واقع أثارت غضب المسلمين حول العالم وللعالم الثاني على التوالي. سمحت الشرطة السويدية لرجل يدعى سلوان موميكا بحرق القرآن الكريم بأول أيام عيد الأضحى المبارك خارج مسجد في ستوكهولم. وتحت حماية الشرطة السويدية قام مهاجر عراقي يبلغ من العمر 37 عاما بحرق القرآن الكريم وتمزيق صحفه في واقعة أثارت غضب المسلمين حول العالم بالتزامن مع بدء عطلة عيد الأضحى. وفقا لصحفي من TTN حضر الواقعة ما يقرب من 200 شخص شاهدوا عملية إحراق القرآن الكريم التي استغرقت حوالي نصف ساعة، بينما اعتقد الشرطة السويدية شابا حاول إلقاء الحجارة على موميكا أثناء حرقه لكتاب الله. تأتي تلك الواقعة بعد واقعة حرق القرآن الكريم الشهيرة في يناير كانون الثاني عام 2022، حيث قام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان بحرق القرآن خارج السفارة التركية. من هو سلوان موميكا حارق القرآن الكريم؟ سلوان موميكا مهاجر عراقي من بلدة قرقوش بخديدة محافظة نينوى ويبلغ من العمر 37 عاما. يعرف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مفكر وكاتب وملحد. ينتمي موميكا لحزب الاتحاد السرياني الديمقراطي، وهو حزب سياسي سرياني انطلق من سوريا ويعمل على تمثيل الشعب السرياني في سوريا والدفاع عن حقوقه القومية بالتعاون مع جميع الجهات والأحزاب السياسية السريانية داخل وخارج سوريا. شغل موميكا منصب قائد فيصل مسلح كتائب صقور السريان، وتم اعتقاله في العراق 2017 بتهم انتهاكات وجرائم حرب، وأطلق سراحه بتدخل دولي، ويعمل حاليا كضابط للتنظيم المسلح في السويد.